المؤمن عنده ارتباط بالله، المؤمن عند ارتباط بالله عز وجل. يعني خلي أقرب لك المعنى. الآن أنت لما تلقى لك طفل بعد صغير وبحضن أمه، هذا يستغني عن ثديها أو عن، شوف تلقاه مشلب بصدره يشمها، ها؟ ليش؟ لأنه يلقى غذاء والحنان هنا. المؤمن يعرف أن الله عز وجل أرحم به من أمه وأبيه، ها؟ فلذلك يبقى دائما على ذكر من عنده. هذول المؤمنين ألسنتهم دائما لهجة بذكر الله. نبالي شقول ألسنتهم لهجة بذكر الله عز وجل، يعني لا يفارق ذكر الله ألسنتهم.